أيضا أبرز ما قاله البرهان الجزيرة: أي معتقل من النظام السابق لن تتم إدانته من النيابة وسيتم الإفراج عنه. هذا ديبيتابل، هذا التصريح يحتاج إلى مرتكزات أساسية لتأكيد مدى صدقيته، لسبب النيابة، النيابات السابقة أو النيابات في الفترة السابقة عندما كان الأخ البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أفرجت عن أكثر من 4 من المعتقلين بسجن كوبر، إلا أن إدارة السجن رفضت إطلاق سراحهم الفعلي، بمعنى أنه تم إطلاق سراحهم من نيابات خاصة نيابة الأراضي وغيرها، إلا أن إدارة السجن التزمت بتصريح أحمله في هذا الجهاز من الرئيس البرهان باعتباره آنذاك رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توجيها محددا إلى إدارة سجن كوبر أو إدارة السجون عامة، بأنه لا يطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين المودعين في سجن كوبر إلا بتصديق أو تصريح من قبله كرئيس المجلس العسكري الانتقالي. الآن يبدو وفقا لما جاء في بعض نصوص الوثيقة الدستورية أن صلاحيات واختصاصات القضايا المتعلقة بالنيابة تؤول إلى النائب العام. في هذا الاتجاه حسب علمي من بعض المصادر أن هناك توجيها إلى النائب العام بأن يشرف إشرافا كاملا بهذا الملف، ومن ثم إذا رأى أن ليست هنالك تهما محددة لا يستطيع من بيناتها رفع دعوى، يتم إطلاق سراح من لم تثبت تجاهه أي تهمة، أي أن لا يكون متهوما في قضية من القضايا المسارة من قبل النيابة العامة. أستاذ إمام، يعني منذ اعتقال رموز النظام البائد وحجزهم في سجن كوبر كان الشارع يقول أنه يجب أن يتم يعني احتجازهم للحفاظ على الثورة، وآخرون يتحدثون بقانون الطوارئ الذي انتهى وتم تجديده. الآن هؤلاء المحتقين من النظام البائد أي قانون هم الآن محتجزون في كوبر؟ يعني هذا ما يحير مراقب الشأن السياسي السوداني داخل السودان وخارجه، لأن هذه المجموعة ليست كلها مجموعة من رموز النظام السابق، لأن بعضها تكنوقراط، يعني بمعنى مثلا مثل الأخ البروفيسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة السابق، لم يكن سياسيا بمعنى هذا الانتماء الظاهر البين فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني وملحقاته وآلياته ودواليبه، لكنه أتى إلى تلكم الوزارة لمهمة معينة. فاعتقاله طوال 7 أشهر لا يجد كثير من متابعي الشأن السياسي السوداني مبررا حقيقيا. مثلا مثل الأخ الحاج عطا المنان، ترك مواعين السلطة سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية منذ أمد بعيد، أكثر من 7 إلى 10 سنوات عندما يتم اعتقاله على أي أساس، بينما هنالك من يعتبر يعني في أس رموز النظام طلغى يعني صراحهم دون أي متابعة. لا نعني بذلك أنه لا بد أن يعتقل هؤلاء الذين خارج السجن، لكن نعني أنه لا بد من النظر بجلية في أمر اعتقال هؤلاء المعتقلين السياسيين من تثبت تجاهه تهمة ويصبح متهوما في قضية ما يقدم إلى المحاكم، أما غير ذلك فإما أن يفرج عنه بأسرع ما يمكن ويعتذر له أيضا، لأنه مكث
7 أشهر دون جريرة جناها. فلذلك قول الأخ البرهان فيما يتعلق بأن مسؤوليتهم ذهبت من المجلس السيادي اللي هو حل محل المجلس العسكري إلى النائب العام، الآن هي مسؤولية مباشرة للنائب العام، لابد أن يطلع الرأي العام حول ماذا سيتخذ من قرار حول هذا الشأن، لأننا يعني نعلم أن المسألة هذه فيها كثير ظلمات، والظلم ظلمات. نسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه البلاد البلاء والغلاء نتيجة لهذه الظلمات. نعم. أيضا من الأخبار وأبرز ما قاله البرهان في الوقت الراهن لن يتم إرجاع العلاقة مع إيران. هذا نحن في اللغة نسميه تأكيد المؤكد، يعني ليس هناك مؤشرات في أن العلاقة بدأت يحصل فيها قدر من الانهانسمنت من التحسين أو التزيد. فلذلك أراد البرهان أن يؤكد هذه المسألة، وهذه المسألة ليست رسالة للداخل فحسب، بل هي أيضا رسالة مباشرة إلى الخارج، خاصة وأنتما تعلمان هذه الأيام ما يدور فيما يتعلق بمسألة إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومدى الخصومات البائنة بينها وبين بعض دول الخليج. يعني من خلال هذا التأكيد كما أشرت أنت أن لا يتم في الوقت الراهن إرجاع العلاقات مع إيران، هل هو أيضا لسبب تحسين العلاقات والأجواء مع الولايات المتحدة حتى نخرج من قائمة الإرهاب؟ ممكن يعني أزنالس يعني كتحليل ممكن نذهب إلى ذلك، لكن من واقع الأمر هي أكثر من ذلك، هي رسالة بأننا ما زلنا نتجه في ذات الموجهات السياسية المتعلقة بإيران منذ أن قطعت العلاقات لأسباب كانت واضحة، وهي الوقوف مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بخصومها مع أو خصوماتها مع إيران. أيضا ممكن هذا يذهب إلى مذهب آخر، وهو أن السودان أحرص ما يكون على تقديم بعض التنازلات في علائقه الخارجية من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن هذه القائمة التي ضم إليها السودان ظلما وبهتانا أثرت تأثيرا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالمضاغطات الاقتصادية الحادثة الآن، والتي تسببت في كثير من معاناة الشعب السوداني بطبقاته المختلفة. ومن مما قال أيضا البرهان، القوات السودانية في اليمن باقية حتى انتهاء عمل التحالف العربي. نعم، فيما يتعلق بمسألة القوات، على الرغم من أن هنالك بعض الإرهاصات من بعض المنظومات المدنية، إلا أن الموقف العسكري سواء كان من القوات المسلحة أو من قوات الدعم السريع التي تشارك في تلك المهمة، إلا أن تأكيد الفريق أول البرهان عدم سحب هذه القوات دلالة قاطعة إلى أن المكونات العسكرية كلها ترى أنه لن تسحب هذه القوات إلا عندما تنتهي مهمتها وتنتهي وفقا لمرئيات وحيثيات التحالف. كان أيضا من ضمن ما جاء به اللقاء حل حزب المؤتمر الوطني متروك للقضاء والأجهزة العدلية، تعليقك على ذلك؟ لابد قبل الإجابة على هذه الإشارة أو النقطة التي أدلى بها الفريق البرهان، لابد من الإشارة إلى أن السودان بعد التغييرات التي حدثت انتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والقانونية، فلذلك لا يمكن كائن من كان يطالب باتخاذ قرار يحتاج
إلى حيثيات قانونية ودستورية مهمة في إنفاذه. فلذلك هذه المهمة ينبغي أن تكون لدى الأجهزة العدلية أو المنظومات العدلية والقانونية لكي تكون هنالك مباهلة أو مدافعة بين الفريقين، الفريق المطالب بحل منظومة المؤتمر الوطني أو الفريق الآخر الذي يرى أن ذلك عمل غير شرعي وغير دستوري وغير قانوني. فلذلك البرهان بصورة ذكية نقل هذه الكرة من ملعبه كمجلس مجلس سيادي إلى ملعب الأجهزة العدلية والقانونية ليكون هنالك الصراع والإصراع حول مدى قانونية حل المؤتمر الوطني أو عدمه. هل ممكن أن يحل المؤتمر الوطني في القريب العاجل ولا حتى هذه الإجابة متروكة للجهات الاختصاص؟ لا، متروكة للجهات القانونية، لأنه كما قلت لك هنالك أنا أقصد برؤيتك أنت كمحلل. أنا كمحلل برى أن هنالك term of reference nowadays، يعني الآن في مرجعية، هذه المرجعية هي الوثيقة الدستورية. إن كان في الوثيقة الدستورية مدخلا لحل المؤتمر الوطني فيكون من اليسير على المنظومات العدلية والقانونية أن تتخذ هذا القرار، ولكن بقراءة متأنية في الوثيقة الدستورية لم ألحظ ذاكم المدخل موجودا لحل هذا المؤتمر الوطني. والمؤتمر الوطني أيضا لا تنسى له دفعاته في البقاء، إلا أن هذا ما تنادى به الثورة وألزم نفسه بها المؤتمر الوطني، وهو أن لا يكون جزءا من الموفمنت أو الحركة السياسية في الفترة الانتقالية. هو الآن يدبر أمره، أحسب ليس بليل لكن يدبر أمره بوضح النهار للتهيئة للانتخابات. فإن كانت هنالك انتخابات ولم يتم حله للأسباب التي أشرت إليها، يمكنه مراجعة هذا الأمر والدخول في تلك المرحلة. أما فيما يتعلق بوجود المؤتمر الوطني الآن راشنالي أنا acceptable، يعني عقلانيا لا تستطيع أن تتقبل حتى وإن كنت تتعاطف معه، لأنه هذه المرحلة يحتاج إلى إعادة كثير من الموجهات السياسية ويضع أطروحات جديدة تستطيع أن تكسبه شيئا من التأييد في الشارع. أيضا من الأخبار، لا توجد ميليشيات للنظام السابق خارج الأطر القانونية. هذا أراد به البرهان أن يقطع دابر الشك في بعض المقولات التي تذهب إلى أن هنالك ما يسمى بكتائب الظل، أي ميليشيات عسكرية تدعم توجهات سياسية. أراد أن يقول بهذا القول أن هذه المسألة من خلال ليس من خلال رأيه الخاص، لكن من خلال استناده إلى مجمل تقارير الاستخبارات العسكرية وغيرها من المنظومات المخابراتية، أنه ليس هنالك ما أو ليس هنالك حركات ميليشية ناشطة أو كامنة في الاستعداد للتفعيل أو تنشيط مهامها. فهذا يطمئن كثير من الناس الذين تسببت لهم مثل تلك المقولات التي تشير إلى وجود كتائب ظل ومنظومات عسكرية وميليشيات، كثير من الاطمئنان وذهاب الروع منهم والتأمين والاطمئنان على أطفالهم
ذهابا وإيابا إلى المدارس وغيرها. أستاذ إمام، يعني في جانب آخر يتعلق برؤوس الأموال المملوكة للنظام البائد أو لرموز النظام البائد سواء كان في الداخل أو الخارج، زيرو فساد كانت أشار لأرقام أخرى لمليارات الدولارات سواء كان في الداخل أو الخارج لرموز النظام السابق. الآن البرهان من خلال هذا الخبر يؤكد أن لا هنالك أموال قبض عليها سواء كان بالداخل أو الخارج، لماذا هذا التناقض؟ أولا نبدأ بالتناقض الرئيسي فيما يتعلق بالأرقام الفلكية، مثل ما ذهب إليه أحدهم إلى أن هنالك 164 مليار دولار مودعة في بنوك في ماليزيا وغيرها. وزير المالية ضحض مثل هذه الأرقام والتصريحات، واعتبرها أن من يقوم بها يريد أن يوهم الشعب بأن هنالك أموال موجودة يمكن استردادها. والمؤلم أن الشخص الذي أعلن تلكم الأرقام الفلكية عندما سئل عن مصادر هذه المعلومات قال أنا لست مسؤولا عن تبيان مصادري، أنا أقول أرقام وعليهم أي الجهات المختصة أن تبحث فيها. هذا كلام فيه خطل من الناحية الإعلامية. يعني في couple of things لازم نوضحها هنا. في حاجة بيسموها الأكوراسي، الدقة. يعني عندما أقول لينا تعمل في قناة الشروق لازم أكون دقيق أنها بالفعل تعمل في الشروق. الكريديبيليتي المصداقية هي تأكيد تلكم المعلومة الدقيقة بأشياء تسندها. لكن تأتي وتعطي بستيتمنت خطيرة زي هذه وتبرر المسألة بأنه أنك تطلق الكلام وعلى الجهات المختصة أن تتبين حقيقة هذا الكلام، هذا خطل. وأحسب لو هنالك دولة قوية كان من المفروض أن يتم مساءلة هذا الشخص سواء كان من الجهة التي يعمل فيها، وهي جهة يعني موكول عليها أمر المال في السودان. يعني منظومة البنك المركزي هي أس المصارف والبنوك السودانية في السودان. فلذلك عندما يطلع كلام مصدره من جهة من هذه الجهات لابد أن يكون له بوس accuracy and credibility، يعني يكون فيه دقة ومصداقية. طيب لينا قبل أن تذهبي إلى آخر ما قاله البرهان، أستاذ إمام ذكر في حديثه أن هذه الأرقام فلكية ولا توجد هنالك مصداقية أو جهات معينة يتم رصدها حتى يتم جلب هذه الأموال إلى خزينة الدولة. تحدثت عن أنه إذا كانت هنالك دولة قوية يمكن مباشرة أن تشرع في قوانين مباشرة لمحاسبة الذين يتفوهون بهذه التصاريح، ألا تعتقد أن هذه الفترة أو هذه الدولة في هذه الفترة هي تستطيع أن تجلب الأموال من الخارج أو التقصي لوجود أموال سواء كان في الداخل أو الخارج؟ لا أحسب ذلك لسبب بسيط جدا. أولا حتى أهل هذه الحكومة يؤكدون بما لا يدع أي رجب أن هذه الحكومة ليست الحكومة التي كان يتوقع تكوينها أو تأليفها الشعب. حكومة فيها قدر من الضعف بين ظاهر، فيها قدر من عدم تناسق المواقف بين ظاهر، فيها أخطر من هذا حكومة لا ترعى، يعني لا أقول حكومة بمعنى الكل لكن بمعنى البعض. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله وبديع ووضعوا أصابعهم في آذانهم. طبعا لا يعقل أن تضع أصابعك في آذان، أطلق الكل وأراد الجزء وهو الأصبع. فلذلك عندما أقول الحكومة أقصد البعض ليس الكل. البعض لم يراعي حتى الناشونال سيكوريتي، ذا انترست اوف ذا ناشونال سيكوريتي، يعني لم يراعي مصالح الأمن القومي، مثل ما حدث في مسألة الثروة الحيوانية، مثل ما حدث
في الشهادة السودانية مش يعني في شيء معلوم كويس ايضر تتحدث عنه بقدر من الانضباط حتى لا تسير هذا الهلع الحاصل. وتحدثنا عن نقطة مهمة جدا ألا وهي ألا تعتقد أن هذه الحكومة يمكن أن تجذب الاستثمار سواء كان الاستثمار الوطني أو الأجنبي؟ لا أظن ذلك لسبب بسيط. ذهبت مع سلة من الزملاء والزميلات إلى مشروع الراجحي الزراعي فوجدت معاناة في بربر، وجدت معاناة لهؤلاء المستثمرين لابد أن ينظر إليها ويبحث في كيفية معالجتها. وكذلك الأسبوع الماضي ذهبت أيضا مع سلة من الزملاء والزميلات إلى مصنع للسيراميك، مصنع المدينة المنورة للسيراميك، فوجدنا هنالك عملا كبيرا، لكن هنالك معوقات كان من السهل والميسور للحكومة أن تعالجها بأسرع ما يمكن حتى يعني ينساب هذا التدفق الاستثماري إلى السودان. فإن كان النموذج الأجنبي اللي هو مشروع الراجحي الزراعي يعاني هذا الأمر، فما بالك بالمشروع الوطني لمصنع المدينة المنورة؟ الأخ الهادي الفاضل يواجه معاناة صعبة فيما يتعلق بالكهرباء وبحتى مناطق أخذ المواد الخام إلى المصنع.